السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كاين بزاف منكم اللي سقساوني على موضوع الكراء، اسكو تكري شقة مؤثاثة يعني فيها كامل القش الداخل، طابلة فراش ماشينا لافيتو، ولا نكريها فارغة؟ دونك لا فيديو تاع اليوم حنجاوب على السؤال هذا. الحاجة الثانية، حبيت نطرح عليكم واحد الفكرة صغيرة بزاف ناس ما يعرفوهاش كي يجيو يشريو عقار في تركيا. اول حاجة لازم نعرفوها سيكو في تركيا عندهم العملة تاعهم واسمها تيلي، تركيش ليرة. والتيلي هذه ولا التركيش ليرة فيها مشكل، سيكو كل عام الليرة طيح القيمة تاعها مقابل الدولار. هنا حطيت لكم مثال، في 2018 50 ألف دولار ليكيفالون تاع 950 مليون تجيب لك 190 ألف ليرة. في 2021 نفس المبلغ بالدولار 50 ألف دولار تجيب لك 430 ألف ليرة. يعني هنا واش نشوفو؟ نشوفو بلي الليرة طاحت القيمة تاعها ب2.2، معناتها طاحت أكثر من الضعف، أكثر من الدوبل. يعني أي إنسان كان مخبي في 2018 190 ألف ليرة، في 2021 طاحت القيمة تاعها بأكثر من النص. بار كونتر لو كان خباها دولار حتقعد قعد 50 ألف، هي 50 ألف. وفي موضوع العقار، بزاف ناس كيجيو يبيعوا لك دار، يقول لك الدار هذه كانت تدير، يعني العام اللي فات في المثال يقول لك كانت العام اللي فات تدير 500 ألف ليرة، هذا العام راهي تدير 600 ألف ليرة. يعني انت لو كنت تشريها سيرك راح تربح فيها، باسكو من على عام حتولي دير 700 ألف، والعام اللي موراها حتدير 800 ألف، وهي رايحة. هذا الشيء صحيح. وشنو انت كي تجي تحسب باللي الليرة كل عام راهي تطيح، تشوف باللي اون رياليتي سا غوفيان او مام، يعني هذاك العقار بالليرة صح راهو يزيد على خاطر الليرة اللي راهي تنقص القيمة تاعها، بصح لو كان تحسب بالدولار القيمة تاع المنزل هذاك ما راهيش تزيد. نقدروا نابليكيو هذا المثال في الحالة هذه. انت جيت في 2018 جبت معك 50 ألف دولار، حولتها للليرة جابت لك 190 ألف ليرة، شريت بها شقة، شريت بها أبارتمون على 3 سنين في 2021. تا قلت انا يا مادا بيا نبيع الشقة تاعي ونعاود نولي لبلادي ولا نروح لبلاد واحدة اخرى. راك راح تبيع الشقة تاعك ب 430 الف ليرة، يعني حتفيد فيها، تقول انا ربحت فيها اكثر من الدوبل. مي كي تجي تعاود تحول للدولار، باسكو انت ماكش راح تدي معك الليرة الجزائرية، راك راح تدي معك الدولار، حتشوف باللي كيما جبت معك 50 ألف عاود تديت معك 50 ألف، يعني المنزل تاعك ما زادتش القيمة ديالو. دونك نتوما لازم تأسسوا روحكم بارابول لهذا الشيء. انت كي تجي تشري دار، قول لي، سقسي هذاك الانسان، قول له هذاك الوقت شحال كانت تدير بالدولار وهذا الوقت شحال راهي تدير بالدولار، باش تشوف اسكو القيمه تاعها صح راهي تزيد ولا راهي تنقص ولا راهي ستابل. دونك هذه لازم تشفعوا عليها مليح، وتقدروا ثاني تزيدوا ديروا ابحاث في الانترنت، تزيدوا تفهموا بلوس. نقعدوا في موضوع الشراء. درت لكم هذا الديسان صغير. الديسان هذا واش قصد تبيع؟ سيكو ايماجينيوه بلي هذا باتيمون، بناية. هنا كاين 3 أنواع من الشقق في البناية. كاين الشقة اللي تجي يسموها جيريش كات، يعني ليطاج تاع الدخلة، متى كي تجي انت تدخل الباتيمون لا لابارتمون الاولانية اللي تقابلك. ومن بعد كاين بودروم يديروه تحت الارض، يعني لابارتمون هذاك حيجي النص تاعو تحت الارض ونص تاعو فوق الارض. كيفاش راك راح تفيق انت؟ تشوف بلي التواقي ماشي جايين هكذا نورمال، التواقي يجيو جايين للفوق، يعني النص تاع الحيط راهو تحت الارض، ومن بعد النص الفوقاني راهو فوق الارض، يديروا تاقة عالية بزاف. ومن بعد كاين لي بريمي طاج دوزيام، يعني الطوابق اللي جايين من الفوق. البودروم اللي جاي تحت الارض هو الرخيص كاع، يدير نقولوا 20 ألف دولار في هذه الحالة، ولا 20 ألف يورو. ولا لقيت تحتاني 20 ألف، يعني حيكون تاع الدخلة يكون حوالي 35 ألف يورو. تاع الدخلة يجو سوفون شوية صغار، وفيهم تاني لي باروداج. أنا جال سرقة، هنا رانا نحكيو في بناية عادية ماشي في ريزيدونس، يعني ماشي في مجمع سكني. ومن بعد من بروميي إيطاج وطلع دوزيام تروازيام كاتريام تلقاهم أغلى في السومة. علاش؟ على خاطر يجو أكبر، باسكو هنا في تركيا البناية تاعهم يجو من تحت صغار ومن بعد يكبروا. لحاجة واحدة أخرى، نتا دي فوا علاش بلوتو، علاش أنا درت لكم المثال هذايا؟ باش انت كي تجي تشري دار ما تحيرش، ما تقولش كيفاش باطيمه وحده هنا اف 2 وهنا اف 2، علاش هاد لا ديفيرونس؟ هنا تفهم هذا علاش رخيص، على خاطر ديجا كي راك تحت الارض يعني مشكل تاع الميديتي، الهواء ما يدخلكش مليح، الشمس ما تدخلكش مليح،
دونك سي نورمال حيكون ارخص. جيريشكات كيف كيف الصوت تاع السيارات، الناس كي يتمشاو برا يعني تولي الطاقه ديالك، اللي يتمشى برا يجوز على الطاقه تاعك، دونك شويه هي هنا. ومن بعد من الاول وانت طالع حتزيد تغلى، على خاطر واحد ما يجوز على الطاقه تاعك، عندك وين تنشر ويجيو لي زابارتمون بلو غرو. دونك هذا المثال درته لكم سبيسيال باش تعرفوا علاش في باطيمه واحده تلقاو دي بري مختلفين. قبل ما نلحقوا الكراء، هذه فكره صغيره حبيت نديها لكم. من الافضل الواحد كي يجي لهنا لتركيا الادخار يعني دراهم اللي يخليهم بجيه، يخليهم سوا دولار سوا اورو، باسكو قلت لكم عندهم مشكل تاع الليره تطلع تهبط بزاف، دونك تا باش ما تكسرش راسك بزاف وما تريحش دائما تتبع فيها، خليهم دولار ولا اورو. ومن بعد المصروف تاعك حول الليره، يعني انت باريزون في الشهر تصرف 1000 ليره، كل سمانه حول 500 ولا حول 400، هذوك باش يولي مصروفك. وانا باش تحول المكاتب تاع التحويل كاين بارتو، تقدر تحول غير بالابليكاسيون بالتليفون. دونك ديجا جيسبر المعلومات هادو ما فادوكم. قبل ما ندوزو للكراء حبيت نقول لكم بلي انا لي فيديو تاعي نديرهم جوست باش البي تاعي نفيد بهم الناس. دونك نتوما ولا استفدتوا لحد الان بشي معلومه، ماذا بكم ديروا جام وتبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي تعرفهم انتريسي بالحياه في تركيا. دركا بارابور للكراء، قلت لكم بلي بزاف ناس يسقسيوني اسكو نكري شقه ايكيبي ولا شقه فارغه. انا نجاوبكم بلي ما كانش وحده خير من وحده، سا ديبون تايا. اول حاجه اسكو راك رايح تطول في تركيا ولا لا، لا ديجا هذا العامل الاولاني اللي راك رايح تبازي عليه. علاش؟ على خاطر هنا عطيت لكم مثال شقه فارغه نقولوا تلقاها ب 250 اورو، يعني ليكيفالون تاع 5 ملايين. نفس الشقه ايدونتيك لو كان يعمرها لك، يعني يدير لك لداخل قلنا طابله لماشينا لافي كويزينيير توتو ما دي فريجيدار شومبر كوشي كل شيء، حيحسب لك 400 اورو الشهر، يعني يزيد لك 150 اورو تاع القش. دونك هذا لكم حساب خفيف. انت في الشقه الفارغه الشهر الاولاني راح تخلص 250 اورو، حتخلص 5 ملايين، وتزيد تخلص معاها حوالي 1000 اورو تاع القش، باسكو انت ماكش راح تسكنها فارغه سي نورمال. 1000 اورو تاع القش ما حاش تشري لك قش جديد، حتشري لك قش دوزياما. علاش انا درت 1000 اورو ودرت دوزياما؟ على خاطر سوفون في الشقق المؤثاثه ما تعيط تلقاهم ديجا ايكيبي، سي تري رار وين تلقى قش جديد، بالك الفراش بك تلقاه جديد ولا لي درا ولا، مي سوفون تو سكي طابل فريجيدار ماشين لافي كامل حيكونوا قدم. دونك حنا باش نكونوا في الحساب كيف كيف، دونك راك حتزيد 1000 اورو باش تعمر الدار ديالك. ومن بعد عندك شهر دوزيام تروازيام كاتريام راك تخلص 250 250، قيس الدار الفارغه. بار كونتر في الشقه المؤثثه كل شهر راك تخلص 400، معناتها كل شهر تخلص 250 تاع الكرا بلوس 150 تاع القش تاع الدار، سكيفي 400 اورو. كي يجوز عليك عام هنا تلقى بلي خلصت 4800 اورو، بار كونتر في الشقه الفارغه تلقى روحك خلصت 4000 اورو. وزيد في الشقه الفارغه كي يدور عليك عام القش هذاك راه تاعك، معناتها لو كان تزيد ترونو في لي عام خلاص داك القش راه غراتوي راه في الدار، ولا انت حبيت تعاود تولي للجزائر ولا تروح لبلاد واحده اخرى، هذاك القش تقدر تبيعو، بالك شريتو ب 1000 تعاود تبيعو ب 500، معناتها يولي الكرا تاعك سقام لك 3500 اورو، اروك هنا 4800 اورو. دونك انا النصيحه تاعي وشنو هي؟ سيك انت ولا راك جاي باش تجوز شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، بيان سور من الافضل تكري شقه ايكيبي، باسكو ايكيبي ما حاش تكسر راسك، روح وسع القش خلص ترونسبور لانستالاسيون تاع الدار، يعني فيها شويه تكسر الراس في السمانه الاولانيه. مي ولا راك رايح تطول، معناتها راك حايط في راسك بلي انا مينيموم راح نكري على عام، في هذه الحاله طبيعي بلي من الافضل تكري شقه فارغه وانت لك رايح تعمرها، باسكو راك راح تربح قلنا مونشير في الكرا بلوس الاثاث هذاك حيولي ديالك تقدر تبيعه ولا تمدو ولا تستعملو انت العوام اللي راهم جايين، ولا عجبك الحال وحبيت تزيد تطول. حاجه واحده اخرى بارابور للفواتير، بارابور لي فاكتور، كي تجي تكري دار كاين حالات ماشي كاع سورتو لي كريو لي زيتوديون، يقولك خير تحب انت تخلص لي فاكتور ديالك ولا تحب ندخلهم لك في الكرا. انا من الافضل بور موا انه انت تخلص لي فاكتور ديالك. علاش؟ على خاطر دير في بالك بلي هو دائما حيحط في راسو بلي انت راك راح تكونسومي بزاف، و دونك ولا زادها لك في الكرا حيطلع لك في الكرا بزاف. باغ اكزومبل انت
ولا انا شخصيا نخلص 35 اورو ماكسيموم، يعني كي نحسب تريسيتي المال غاز الانترنت ابي بري 35 اورو في الشهر. بصح لو كان هو يدخلها لي في الكراحه يحسب علي مينيموم 500 اورو، باسكو هو ما يعني ما يعرفكش اسكو انت مبدر ماشي مبدر، كيما الانترنت باينه مي تريسيتي والماء والغاز ما على بالوش اسكو انت راح تكونسومي بزاف ولا لا. دونك في رايي الشخصي من الافضل الفواتير تخلصهم نتايا خير، وزيد ميم كي تخلصهم نتايا سي تو اون بروف بلي راك ساكن في هذيك الدار، يعني انت بيان سور عندك لاك تاع الكرا بلس فاتوره تاع الماء تاع تريسيتي، بالك يجي نهار وين تلقاهم باسكو كي يكونوا باسمك افضل وافضل. فوالا دونك نورمال رانا لحقنا لا فين تاع هاد لا فيديو، راني سيت نكسبليكي لكم الموضوع تاع الكرا اوسي سامبلومون كو بوسيبل، ولا كان عندكم اسئله ولا حاجه حطوهم في لي كومونتير ونجاوب ان شاء الله عليهم. تهلاو في روحكم، السلام عليكم.